الدكتور محمد رمضان، مدير مشروع البوابة الإلكترونية لجامعة الملك خالد، درس في قسم في شعبة علوم الحاسب كلية العلوم، وإن شاء الله كده مع اللجنة اللي هي بيت قطاع، يعني في استقبال لجنة القطاع والخاصة بكلية الحاسبات والمعلومات بمدينة الأقصر في جامعة دمبلوات. تدري يا فندم، تكلمنا عن موقع كلية الحاسبات والمعلومات، أهميتها إيه بالنسبة للمجتمع الصعيد؟ هو طبعا يعني كلية الحاسبات والمعلومات بالنسبة لمجتمع جنوب الصعيد بحد، يعني إذا كنا نتكلم بشكل دقيق أكتر، أولا يمكن أقرب كلية حاسبات ومعلومات موجودة في جامعة أسيوط. احنا في جنوب الصعيد محرومين من كليه وجود كليه حاسبات ومعلومات بتعليمات من سعاده الاستاذ الدكتور عباس منصور رئيس الجامعه، ان الكليه اخذت موافقه مجلس الوزراء من 2013، ونظر لحرص سعادته انها يعني تكون من الكليات المتميزه، الكليات اللي هي زي ما نقول يمكن يعني شعوري كده بانها هتبقى من اوائل الكليات اللي هتخرج خريج متميز عالميا، لان احنا باذن الله تعالى في مخططنا او في رؤيتنا ان احنا من اول خالص بنشتغل على ان الكليه تاخد نوع من الاعتماد العالمي اللي هو بنسميه الابتس، ده يسمح للطالب بتاعي ان هو او الخريج بتاع هذه الكليه يتم تعيينه في اي مكان في العالم. إن شاء الله بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات واللي بنطمع بها أو اللي بننصرها إن شاء الله بإذن الله تعالى تكون في القريب العاجل، على أساس أن تبدأ الدراسة في شهر سبتمبر القادم بإذن الله. الكلية المخطط لها أن هيبقى فيها 4 أقسام: قسم علوم الحاسب، قسم تكنولوجيا المعلومات، قسم الوساطة المتعددة، قسم نظم المعلومات. الأقسام دي يعني من الأقسام اللي هنقول هتخدم بشكل كبير القطاع جنوب الصعيد، وبشكل أكبر هتخدم قطاع السياحة وقطاع مش السياحة بس والآثار، وبالأخص موضوع الإبتولوجي، لأن المخطط لهذه الكلية أن تتخصص في قطاع التكنولوجيا المعلومات اللي بيخدم هذه التخصصات، واللي هيخدم بإذن الله تعالى برضو نظرة سعادة الدكتور محافظ الأقصر بأن يتم تحويل الأقصر مش بتبقى قاصر على السياحة العادية، ولكن يعني من ضمن الحياة تبقى سياحة المؤتمرات. فمما لا شك فيه أن وجود يعني هذا الكم من الجامعات من الكليات في مدينة الأقصر هيسري هذا النوع من نوع اللي هي بنسميها نوع سياحة المؤتمرات. فزي ما قلت لحضرتك كل ده مع بعضه بيكون ليه ان احنا تم التفكير في ان يكون هنا في كلية حاسبات ومعلومات. حابين نعرف مشاهدينا اهمية حاسبات ومعلومات اكتر. طبعا حاسبات ومعلومات احنا بنتكلم حاليا على يعني احنا بنقول عصب الحياة الحديثة او عصب الحياة الحالية. انت قدامك الحاسبات والمعلومات بنستخدمها في كل شيء في حياتنا. المعلوماتية دلوقتي أو نظم المعلومات أو الحاسبات، لو تخيلنا العالم كده لو اتقطع حاليا للإنترنت على سبيل المثال، إيه اللي هيحصل؟ فإحنا مش بنبص لكده وبس، إحنا بنبص للمستقبل. مستقبل لأ، ده هيبقى فيه أكتر وأكتر من اللي إحنا شايفينه حاليا. الحاسبات والمعلومات بالنسبة لجنوب الصعيد بالتحديد وبالنسبة للأقصر بالتحديد هتمثل نقلة حضارية كبيرة، لأن احنا زي ما نقول أنا يعني هيبقى يعني المصريات عموما أو السياحة أو المعارض أو المؤتمرات دي كلها بتقوم على اللي هي نظم المعلومات وعلى السوفت ويرز اللي بتعمل بيها. كويس، فاحنا ليه ما نبقاش احنا عصب اساسي ونطور ده ونطوره بشكل تسويقي ونطوره بشكل عالمي. فهو ده يعني اثر كلية الحاسبات والمعلومات.